كيفاش ستتنازل عن ماذا؟ هذه شنو هو الجواب اللي يمكن يكون مني؟ كان يمكن يجاوب لي لا سيدي ماشي داك الشيء. وعلاش غنقولها له؟ قلت له علاش لا؟ سالينا نخرجوا لها نيت قلت غتخرجوا للعيب نديروا نيت. هادشي راك هي بغيت نفيق واحد الصباح ما نسمعش القانون الجنائي كاين في المغرب كاع. كتعرف شنو هو القانون الجنائي؟ القانون الجنائي هو خصك تدخل لواحد المعزل لواحد السجن سوسو وتسد عليك وتكتب. لان غير كتبدا تكتب انت كتمس المصالح وكيبدا الغوات. انت كتمس المصالح الفئويه وتيبدا وتزيد هنا دير هذه فعل هذه وكتبقاها ولا تكلمتي يقول لك انا استقلاليه السلطه القضائيه ما عندك الحق تكلم. علاش؟ لانه استقلاليه السلطه القضائيه وانا عندي شي سلطه على القضاه. نقول لي بغيت هذا الشيء هاني قادر زعما كيسمعوا ديال القضاه ما عندي سلطه والو. لذلك الا بغاو يزيدوا بالبال قدام نخرجوا من النقاش السياسي ونجيو للنقاش الفقهي ونتعاونوا ونتذاكروا ونفكروا شنو هي غادي نديروا هذه الحلول. زعما كي الا خرج واحد مع وحده راه الاقتصاد الوطني غادي يهبط ب 10% ولا بغا يطلع ب 10%. شكون يديها فيك سير عطيني التسعه. بغيت نقول لهذاك اللي صفق قال الحدود وصفق راه ما كتكلم على حدود الله راه كتكلم ما تقرب لي ما نقرب ليك باش ما يوقع خطا. انا كنعرف طريقه تفكيره. قريت واحد الكتاب اخيرا سميتو القانون الجنائي في الفكر الاسلامي. مشى عند المعتزله كان نموذج كيشوف عند المعتزله القانون الجنائي المعتزله وتيخرج بواحد الخلاصه جميله تيقول لك راه الحريه هو اساس الدين الاسلامي. وتيمشي فين؟ تيقول لك اينما نص القران او الحديث عن العدل فمفهومها الحريه. هكا باش النتيجه اللي خرجوا لها الفقهاء ديال المعتزله قال لك راه غير فين ما قالوا العدل راه هي كتقصد بها الحريه. لذلك الخلاف اللي عندنا شنو هو؟ راه ماشي عندنا في الجريمه في حد ذاتها، عندنا غير في الاثبات ديالها. غير في الاثبات ديالها، واش غادي نجي ندير الكاميرا للناس نشوف واش كيديروا في بيوتهم ونجي في العشيه نحل الكاميرا هذاك ونزيد العام غير نيابه العامه كاع اعتقلوا هذاك راه كانت عنده شي وحده اعتقلوا هذاك ونبدا نعيط. اللي دخل دارو سد عليه دخل دارو سد عليه. ما عنديش حق نجسس عليه ولا تتجسسوا. ما عندي الحق نتبعه في حياته، حياته هذيك. وعندنا نقاش كبير في هذه الامور انا كنت صحاب راه عندنا واحد النقاش كبير منها نقاش تاع القانون الجنائي. دابا كنستمع في التليفون الا كان شي مجرم كيستمع في التليفون. دابا غادي نوصلوا للكاميرات. ايوا واش نقبل بانه الكاميرات نديروا في الديور الراجل جالس مع مراته مع ولاده ندير لهم الكاميرات جالس يسعدوا بالكاميرات شنو من حقوق هذه؟ وهذه معارك معارك كناخذها من بعد غادي نديروا القانون الجنائي غادي تجي جهات اخرى غادي تعطي رايها وجهات اخرى تعطي رايها وجهات اخرى تعطي رايها وانا غادي نحماق بين هذه الجهه وهذه الجهه وهذه الجهه وهذاك هذاك القانون الجنائي ما يخرج مقاد ما يخرج معوق انت وزهرك. تجهر اجهاد. انا الاجهاد كنعتبره مساله بين الطبيب وهذيك السيده ما ندخليش دخلنا انا في اجهاد. هي واش نعرف واش مريضه ولا ما مريضه؟ منها بالطبيب ديالها إلا دار شي حاجة بينه وبين اللي خلقه. دابا اللي عندي مشكل كيفاش نحول لأن كلشي متفقين الفقهاء والعلماء كلنا متفقين والملحدين وغير الملحدين على وصف أنا سمعت هذه الأيام كلهم اتفقوا على أن لدين حقيقة علمية لا يأتيها الباطل لا من ولا من خلفها. هي مزيانة شنو نديروا الناس بلادين في المدرسة شنو نديروا أنت لدين قلبوا على بواس يبقى المغربي غادي وتابعين 20 دري وانا مني وانا مني قانون هذا نفضوا هذه المدرسه باش ما يبقاش باش كل واحد يتحمل مسؤوليه تجاه ما يبقاش تطلع الاطفال في الزنقه. انا خصنا نتعاملوا مع الامور. عندي اعتقد ما عرفت نشوف واش الاسبوع اللي جا الاسبوع الاخر عندي مداخله اخرى قالوا لي كنتي راح ولا لا يحرم الله ما احل الله. هذيك الجمله بغينا ندير عليها عرض لان التفسير ديالها ديال الاخرين مرضانا. بارك عليك في الاجهاض ولا نزيد؟ بارك عليك. شوف غير واحد القضيه راه هذاك اللي كيتقن السباحه هو اللي ذاك الجالس على الشاطئ هو من يتقن السباحه واش يدير القانون الجنائي؟ راه كاين بقاو خدامين هو سالينا حنا كوزاره سالينا ولكن كل صباح كيخرج لنا شي عجب. دابا هذا الشيء اللي وقع لهاد الطفله اللي عندها 11 عام هاد السيده اللي عندها 11 عام وقع لها هذا رجعنا قلنا كيفاش؟
لأن الأطفال لهم حقوق وليست عليهم واجبات. كيفاش؟ ستتنازل عن ماذا؟ ما هي ذمتها حتى تتنازل؟ ما عندها لا ذمة، ثم 11 عام. لا هي أغرته، أش بغا تغريك واحد هذا 11 عام؟ أنت غير جات البنية صغيرة أغرتك، يمكن تشوف حداك كبيرة أش غادير تنتحر. لذلك قلنا غنرجعوا لهذا النص. واش نحيدوا منه ظروف التخفيف؟ واش نحيدوا من واش نحددوا النصوص مضبوطة؟ كل صباح كتوقع شي حاجة في المغرب كتديني أنا للقانون الجنائي. كنخصني نرجع للقانون الجنائي ياك ما كاينش شي مخرج، ياك ما كاينش شي انزلاق، ياك ما كاينش شي تحريف غيوقع غدا. أنا نعطيكم قضية أخرى بسيطة وقعت لنا في المغرب وما انتبهوش لها النساء. الزواج القصير. دير معركة فيها كذا صلاة باش نوقفها. أنا كنقول البنية مكانها هي المدرسة. أنا أؤمن بأن البنية المكان ديالها هي المدرسة. وبناتنا متفوقات جاوا المدرسة كينجحوا. وكان عندنا موضوع ديال أنه نصحوا القانون باش نزيد واحد المدة أخرى حول هذيك الاعتراف الاعتراف بالزوجية كل هذيك الأشياء. جات محكمة النفط قالت لك بأننا نحن في إطار الفقه المالكي فهو تلقائيا بالنص. وهرسونا هادشي كامل، انا بغيت نوقفو، هما عطاو هو فتحو كاع. كي غادي نمشي ننتحر؟ واحد عطاتني واحد المسؤولة كبيرة في المجلس الأوروبي حكمين. قالت لي بغيتك تعطيني رأي فيه. عطاتني مسؤولة في المجلس الأوروبي حكمين. قالت لي بغيت رأيك في هاد الحكمين. قريتهم. قلت لهم حنا المغرب مازال مزيانين. فواحد الدولة صدر حكم من محكمة الاستئناف بإلغاء تعويض عن امرأة عن خطأ طبي باعتبار أنها امرأة تجاوزت 50 وبناء عليه عندها أطفال ما غاديش تولد وما محتاجاش كاع باش تولد وبناء عليه نقصت التعويض من ما عرفت من 500 ألف أورو ل 20 ألف أورو ولا شي حاجة بحال هكا. وفي دولة أخرى في أوروبا نفسها جات عوضة واحد الرجل بخطأ طبي وطلعت له من 20 ألف من 100 ألف أورو إلى مليون أورو. وقالت لك رغم أنه كبير في العمر وصل الستينات إلا أنه ما زالت له القدرة أن يقدم للمجتمع خدمات. الله أكبر. قريت دوك الأحكام وأنا عيطت للمجلس الأوروبي كما عمرت طلعت له باقي النصائح راه طول التسع شاهدوا أحكام. هذه الأحكام راه نقدر نتبعهم شنو اللي بغيتو نشرهم لكم في الصحافة نشرهم لكم باش تشوفوا هذا النقاش. وهنا نقاشات هنا نقاشات في هذا الموضوع هذا. تأكدوا بأن القانون الجنائي راه ماشي راه مرهق وغنخرج وغندير أقصى ما يمكن من الشجاعة وفقا لما أملكه من سلطات. وإلا تغلبت سمحوا لي لا غلب الله. شكرا. الوقت هو 14 دقيقة و 20 ثانية. كاين واحد السؤال يطرح وإن كنت مقيد في هذا بإدارة الزمن المبدع اللي دار زعما عرفتي كتبني ان شاء الله ماشي حوار مقبل. ولكن هذا السؤال ديال الاغلبيه يعني هذا الموضوع وهذا التذكر وهذا الوراء انت نعم وزير مناضل فقيه اليوم ولكن بينما تقف وزير عدل وعندك اغلبيه عندك تجمع بين الحر والاستقلال كاين نزوعات محافظه وتم التعبير عليها كيفاش غتدبر هذا الموضوع بعدا وهو مشروع عام من بعد تضرب عن المجتمع وعن البرلمان. هذا القرار كيوقف في الحكومه. يلا جبتها بالخير. شوف انا نقول لك شوف انا نقول لك انا الوزراء بعض الوزراء تقول لي غير سكت انت غير كتهضر مع المنصه تقول لهم راه الا سكت غنموت والا سكت غنخون نفسي ونخون الناس اللي كيناقشوا معايا لا اللي صوتوا لي ولا اللي صوتوا ضدي. انا بغيت نذكر مع الناس بغيت نقول افكاري بحريه وبغيت نشوف ردود الفعل. القرار بحال هذا اللي هو قرار سيادي اللي هو قرار سيادي فيه بزاف ديال المتدخلين وفي امور مرتبطه بالدين الاسلامي والدين الاسلامي والدين كله مجال محتكر على جلالته تا هو عنده راي فيها كلشي عندنا راي الا جات وهذا النقاش غادي يكون باش وصل جهه الملك كتبقى تطلع والنقاش كاين والنقاش كاين والنقاش وهذا النقاش انت كتشد النقاش كاين النقاش كاين كيبداو معاك المديرين بعدا اللي عندك في الوزاره باش غير يطلقوك دايرين بحال شي شادين ما كيطلقوكش ودي الله يهديكم غير طلقوا لي لا 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 هذه لا وهذه من بعد المديرين كتمشي لوزارات اخرى من عمل الحكومه ومن بعد الحكومه وانت غادي الا عندك الزهر تلاقيتي مع شي واحد كيفهم راك تناقش معاه
ما تلاقيت مع شي واحد ما تيفهم راه كيدي لك واحد الشهر شهرين انت كتشوف فيه وكتقول لي ربي متى يطلق نسرح يا شكرا.